لسه مكملين مع حضراتكم في تغطيتنا الخاصة والمباشرة على مدار 3 أيام انتخابات الرئاسة 2024 اللي بتشهدها بلدنا مصر داخل جمهورية مصر العربية. إقبال نقدر نقول عليه إقبال كبير جدا من المواطنين الحريصين إن هم ينزلوا ويشاركوا في الانتخابات ويصدروا يعني صورة إيجابية للعالم كله إن المصريين يعني قوة مؤثرة وإن المصريين ليهم صوت قوي وإن المصريين اتعلموا من اللي فات وإن المصريين قادرين اللي هم ينزلوا وقادرين اللي هم يشاركوا وقادرين إن هم يعملوا حاجات كتير جدا بصوت. جميل. احنا دلوقتي موجودين مع حضراتكم في تغطيتنا على الهواء مباشرة يعني من حي شبرا ومن يعني إحدى اللجان المتواجدة في حي شبرا. حي شبرا واحد من أميز ومن أهم الأحياء الموجودة في مصر اللي بيحتضن يعني جميع فئات المجتمع الغني والفقير الكبير والصغير يعني المسلم والمسيحي اللي نازلين الانتخابات كأيد واحدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. مشاركة كبيرة من المواطنين وزي ما حضراتكم شايفين يعني الصورة من ورايا في الساعات الأخيرة مازال الإقبال كبير ومازال المواطنين الشباب والكبار والصغيرين كلهم موجودين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية لعام 2024. أنا بحاول أنقل لكم الصورة من هنا يعني الأغاني الوطنية شغالة والناس موجودة بتحتفل مش مجرد انتخابات ومش مجرد الإدلاء بصوتهم بس ولكن نازلين إن هم يحتفلوا في عرس انتخابي وفي مشهد انتخابي جميل بيمارسوا فيه حقهم الوطني وحقهم الدستوري. طيب كامل أنا كنت عاوز أسألك من خلال طبعا وجودك أمام اللجنة من اللقاءات السريعة كنت عايز أسألك عن أبرز الفئات اللي أنت قادر فعلا ترصد مشاركتهم يمكن أنا مش قادر أسمع الصوت كويس من الدوشة هنا والأغاني ولكن أنا بحاول أعمل معاكم مجموعة من اللقاءات اللي هنتكلم فيها أكتر طيب عن حرص المواطنين بمختلف فئاتهم ومختلف أعمارهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. في البداية برحب بحضرتك على سي تي في وعايز أتعرف عليك. أهلا وسهلا. نادي فهيم من شبرا. عايزك تكلمنا عن حرصك بقى انك تنزل وتشارك في الانتخابات الرئاسية. الناس بيقولوا الكبار السن هيبقوا مكسرين ينزلوا في الساعة دي وقاعدين في البيوت. حضرتك هو بتشارك. انا 68 سنة ولازم اشارك لان ده واجب وطني لازم على كل انسان مصري يشارك في الانتخابات دي. كسلتش ولا قلت النتيجة كده كده محسومة أنا هنزل صوتي مش هيكون مؤثر وصوتي مش هيكون لي لا لازم لا يمكن لازم لي صوت لازم أأديه الواجب الوطني اللي علي إن أنا أنتخب بصوتي الواجب الوطني. كلمة جميلة جدا ومسؤولية جميلة من حضرتك إنك تكون موجود وتشارك. لو في رسالة توجهها أخيرا لكل الناس اللي لسه ما نزلوش قدامهم فرصة بكرة على مدار الرسالة إن أنا اللي بوجهها لكل المصريين إن هم لازم ينزلوا طالما يقدروا ينزلوا ويشاركوا وده واجب وطني على كل مصري وكل مصرية. تمام أنا بشكرك جدا. العفو. سلام.